ما نحضرش ما نحضرش شنو غادي نقول، ما نقدرش نجيب ورقه فيها مجموعه من المعطيات اللي ممكن انها تعطيني واحد النقاش اللي غادي يكون جاد. انا بغيت حوار يكون متبادل، بغيت نقاش يكون حلو باش نجاوب على السؤال الاساسي اللي طرحوه الزملاء أبا لميرة الصحافة في بيت المسجدات التي على الفرق. زملائنا في النقابة الوطنية ديال الصحافة الليبية، زملائنا مدراء النشر وأربع المقاولات الإعلامية، زملائنا الصحفيين والعاملين اللي تيشتغلوا في قطاع الصحافة والنشر، كنا تنعرفوا الإكراهات، كنا تنعرفوا المشاكل، وكنا تنعرفوا الوضع اللي وصلنا ليه خصوصا بعد جائحة كوفيد. فلولا نقولها بكل تواضع، احنا إطار تأسيس الجمعية الوطنية للصحافة والنشر مع الوزارة الوصية آنذاك ومع الوزارة المغتربة المالية، لكن عدد كبير من المنابر الإعلامية كانت تكون الآن في هلال الموتى. علاش؟ لأن فعلا حسينا واستشعرنا أن القطاع ديالنا هش. القطاع ديالنا يمكن نقول من أكثر القطاعات لأننا عايشين على أرض القيمة. هزة وحدة مشينا كاملة. وتأكد على أن عدد كبير من الأرباب المقاولة الإعلامية أنهم تشتغلوا بمنطق بيزنس ماشي بمنطق الإعلام. من العيب والعار على أننا صنعنا مفاوضات كبيرة لضمنوا البعض العاملين اللي تتوفر فيهم الشروط على أن الوزارة خلصات العشر الشهري ديالو، والصحفيين أو العاملين اللي ما كانتش تتوفر فيهم الشروط داوم لا سي اس اس، وبداو حتى هما تيعيشوا يمكن يكون بعدنا على المصطلح التسول باش على انهم امام المكانه الاجتماعيه اللي خصو يكون عليها الصحفي او العامل في قطاع الصحافه والنشر. عدد كبير من الناس هما الان اللي تيشوفوا فيهم هذا البوليميك الفارغ بعد مبادره الوزاره الوصيه على مقترح ديال لجنه مستقله لتسيير شؤون الصحافه والنشر. شفنا واحد البوليميك، واحد الحرب اعلاميه، يعني ممكن نقول انا لحد الساعه رغم اننا احنا في الجمعيه الوطنيه للاعلام والناشرين فاعلين وطرف مهم فيها، ما عرفش انا الابعاد ديال هذه الحمله هذه. مغالطات حتى كانت بعض الادارات المهنيه اللي نسيناها ما بقى عندها حتى شي دور في العمليه الاعلاميه المغربيه، الان ولات تخرج بلاغات وتتهاجم الاشخاص كانها وقفات معنا، وقفات مع هذا القطاع في مرحله الازمه. وهادشي كله وانتم تتعرفون وتعرفوا عدد كبير منكم. لو كان سؤال واحد جوهري، ماذا يريدون؟ ما هما المشاريع ديالهم من اجل تطوير هذا القطاع؟ شنو هي الاهداف ديالهم من اجل النهوض بكرامه الصحفي والصحفيين وبالنهوض في المقاوله الاعلاميه؟ يمكن يقول لكم لو كان عندنا وكان لمسنا مشروع واحد هادف تيتماشى مع الاهداف اللي سطرناها حنا في الجمعيه الوطنيه للاعلام والناشرين ومع زملائنا النقابه الوطنيه اللي توجات باتفاقيه جماعيه، ومازال ان شاء الله اتفاقيات اخرى في المستقبل توافقوا، مازال ان شاء الله اتفاقيات اخرى في المستقبل ومرصوف الدعم اللي غادي يخرج ان شاء الله في القريب العاجل، وتتمنى يكون معنا وزير الوزراء او الوزير بوكسوف باش ناكدوا على اننا سطرنا وحددنا ان اللي ما التزمش باتفاقيه جماعيه لن يستفيد من الدعم. فهنا هدفنا في الجمعيه الوطنيه للاعلام والنشرين، وهدفنا مع زملائنا في النقابه الوطنيه للصحافه في المغرب واضح، هو اعاده هيكله المقاوله الصحفيه. فلا يعقل تصبح تنوضوا تلقاو منبر اعلامي تيشغل فيه واحد راسو هو المدير هو رئيس التحرير هو سكرتير التحرير هو الصحفي هو الكاميرا مان. مايمكنش ويورط راسو ويورطنا ويورط بلادي كما درتي مع وحده. لا،
نحن كجمعيه وطنيه الاعلام والنشرين بغينا نقول بكل صراحه، وهذا مشروعنا هو ندافع عليه الى ابعد حد. احنا لا نبحث عن مواقع، ما عندناش حنا في الجمعيه الوطنيه الاعلام والنشرين شي واحد باغي الموقع وتتحداه وتنقولها بكل صراحه وتعرفوها زملائنا في النقابه وتعرفوها تسليم الجاي. احنا هدفنا هو التطوير، بغينا مقاولات اعلاميه قويه، بغينا مقاولات اعلاميه مهيكله، بغينا مقاولات اعلاميه تعيش فيها الصحفي والعامل في قطاع الصحافه والنشر بكرامه. ما نقبلوش يكون عندنا صحفي تيشغل 2000 درهم. ما نقبلوش على ان مؤسسه اعلاميه ما تتوفرش ادنى شروط حياه الكلمه الصحفي تمشي يشتغل بلا 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 بلاسمون بلا وسيله نقل بلا كاميرا بلا حتى شي حاجه. ما بقيناش نقبلوش. بغينا الصحفي يشتغل بظروف مريحه، وباش تكون ظروف مريحه خاص المقاوله الاعلاميه تكون مهيكله، وباش تكون مهيكله يجب وضع معايير وشروط واضحه وموضوعيه اللي تتوفر فيه الشروط المرحبه، اللي ما تتوفرش فيه الشروط يجتهد. لا واحد في نقاش بغرور اخر على اننا حنا في الجمعيه الوطنيه الاعلام والنشرين ومع زملائنا في النقابه ومع اطراف اخرى في الدوله الى اخره تنحاربوا المقاولات الصغرى. لا، او للصحافه الجهويه، لا بالعكس، نحن مع المقاولات الاعلاميه الصغرى المهيكله والمنظمه اللي تتحترم شروط الصحفيين والعمل الصحفي، حنا معاها نطوروها نقويوها، اطلع متوسطه وطلع لما كبيره. هذا هو هدفنا. لم نكن ابدا في يوم من الايام اننا ضد هذا النوع من المقاولات الصحفيه الصغرى، والدليل هو عندنا عناصر منابع اعلاميه كبيره ومقاولات اعلاميه كبيره تنضاوي الجمعيه ديالنا مقاولتهم صغيره جدا، ومع ذلك تنساعدوهم وتنعاونوهم وتنحاولوا نمشيو معاهم على الاهداف المتوقعه ديالهم. ابدا لم نكن ضد المقاولات الاعلاميه الصغيره، اذا هذا نقاش مغلوط. تنظن إذا وصلنا لهذا المبتغى واستطعنا الحرب الإعلامية أي تغيير طبعا الحياة تكون عنده جيوب مقاومة، أي تغيير الناس اللي كانوا تيستافدوا من الريح الآن كما تقولوا قالوا أن بلوكاج غادي يحاربونا بجميع الوسائل، ولكن لدينا مشروع هادف مأمنين به، لدينا ما يكفي من المناعة، لدينا ما يكفي من الالتهاب، ولدينا نوايا حسنة من زملائنا في النقابة الوطنية للصحافة المغربية اللي زعما يمكن نقول تعيش لحظة تاريخية، تعيش واحد التناغم جيد جدا خصنا نستغلوه من أجل المقاولة الإعلامية ومن أجل كرامة الصحفي ومن أجل الراتب ديال الصحفي اللي خصو يوصل واحد الحد على الأقل ذاك السلطة المعنوية اللي عنده في المجتمع ينعكس عليه ماديا. هادشي بغيت نقول لكم وشكرا.